أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل آخر نشراتنا المحلية لنهار اليوم. بداية، ومع تجدد تساقط الأمطار في كل مرة تتجدد معها معاناة المواطنين، ولا سيما سكان الأحياء الواقعة في المخرج الشمالي بولاية تبسة، حيث يجد هؤلاء أنفسهم عرضة لجملة من الأخطار بسبب الفيضانات وعدم جدية المشاريع التي تم إنجازها رغم التهامها لأغلفة مالية جد معتبرة. مايكروفون سلندريد. صراحة نقول لك الدنيا هيك تشوفها من هنا، عندك الواد هذا باش يخدمه هنا، الوسخ هيك تشوف فيه، كل ما تصب حملة كبيرة من هنا تجينا من الجبل من هنا، تهبط طول للواد من هنا، المهم واحد ما يعقب من هنا، والروايح والناموس. عندنا مشاكل عندما تسقط الأمطار، مشكلة الغرقان نعانوا منها كثير، خاصة في حينا، مشكلة يعني نطلب من السلطات أنها تعالج هذه المشكلة. حي العرامية راهو أصبح كارثة، اللي عنده لي زوردير تاعو اللي ديشي اي واحد عنده لو سخ تاعو راهو يجيبو يفرغوا هنايا، السلطة غايبة، واحد ما على باله. وضعية مماثلة التي يعيشها سكان حي المجاهدين ببلدية عين وصارة في الجلفة بعد تساقط الأمطار، فسوء إنجاز المشاريع خاصة منها غياب البلوعات يجعل أزقة الحي تتحول في غضون دقائق لمستنقع كبير من السيول والأوحال. زكريا مداح وعلي خليفة، رصد التالي. من العام لعام يجي يديرنا خسائر مادية، ها وشوف هنا حاطين الرمل، هنا حاطين هنا السلعة راه داها قايتي. خافوا ربي، النهار الأول تجري هكذا، الله 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 الله، فوتوا علينا فوتوا علينا، رانا هنا كش ما يخصكم كذا، من هنا رانا هنا لبوكم قاع الطلبة تاعكم، وحنايا هنايا يكتلوا فينا البرد، يضرب فينا الهوايش الكذا. البارح المرأة والطفلة خرجناهم درنا لهم السلوم من هنايا، خرجناهم على الحيط وهربناهم راح، ودخلنا المال هنا وكتشوف كيف رانا. تتعرض عديد المقابر للاعتداء بمناطق مختلفة في البيض على غرار ما يحدث مع مقبرة حي طريق المشرية والتي تتناثر عظام موتها في كل مكان. التقرير لنوردين رحماني. أطفال يبحثون عن الطين بحي طريق المشرية بالبيض فيكتشفون مقبرة منسية أهملها الجميع، فتحولت هياكل موتها إلى عبث أمام مرأى الجميع. احنا كنا ندوروا على الصمصال، هي كي جيت هنا قاعد نحفر لقيت العظومه، انا نسحبو نتاع كلاب، هي خفت هربت. كنا ندوروا على الطين باش نديروا الصمصام في اللوحه، هي لقينا هذو العظومه، من لقيناهم خليناهم وهربنا. المقبره يعرفها الحاج الاخضري وكل سكان المنطقه، الا انها بقيت دون حمايه وعظام موتاها تترامى بكل مكان. انا نعرف المقبره هذه من زمان، صافي باللي مقبره هذه وين راك تشوف فيها واش راه صاري فيها، اي وين فوقها باسان مديوره، فوقها بحيره مخروط منها الكيقول، لا داين منها نص صالحين في الواد. كاينين العظومه هنا، كنت تبعت تلقى العظام هنا، وماهيش حاجه مليحه، هذو خوتنا مسلمين وماهيش حاجه مليحه تفعس فوق المقبره. حتى لما يتوفى الانسان ويوضع في قبره الذي هو وقف عليه، ولا يجوز ان يتعرض لا الى الحفر ولا الى النبش ولا إلى السرقة من أعضائه، ولا ثبت هذا فإن الشريعة الإسلامية أغلظت على مرتكبي هذا الفعل. المقابر بيوت المسلمين بعد الموت، حالها بالبيض بين الإهمال ونبش قبورها في غياب الحماية والردع. غير بعيد عن البيض، سجلت العديد من الولايات الجنوبية على غرار ولاية غرداية عودة اللاجئين النيجيريين الذين تم تهجيرهم سابقا إلى بلدهم. التقرير لعاصم بخاري وشاهين زيزوي. المتجول بين أحياء مدينة غرداية يلاحظ العدد الهائل للاجئين النيجيريين يتجولون في أزقتها، فرغم مخططات ترحيلهم إلى بلدهم الأم إلا أن عودتهم هذه المرة كانت بكثافة. النيجيريين والله يا عمري حير يا حبيبنا، راحوا ولاو ما على بالناش هذا الشيء، هذا كيفاش راه صار هذا سيرمون، يا كيلك شوز كي كلوش، كاينه حاجه خفيه في هذه الافارقه، هذول داروا لي ديغا في ورقله، داروا في غردايا، داروا عدنا، داروا منا، داروا منا، داروا في كل جهه، ماناش عارفين احنا هذا الشيء هذا، نورمالمون كل حاجه في بلاصتها، ما
نورمالمون سي داروا دي ديكا رحلوا ما عادش يولي هنايا في غردايه راهم داروا كرعيهم اصاحبي. عودة هؤلاء المهاجرين جعلت سكان ولاية غردايا يتساءلون عن الجدوى من صرف أموال كبيرة عن عمليات الترحيل ليعودوا مجددا. أحيانا يروحوا ما يرجعوش كاع من بعد يعاودوا يرجعوا. يعني كروا فر هذه يسمى خدمة. يعني كي يلحقوه هنايا يسمى ما كانش حدود. ما عندناش حدود. الغريب في الأمر أن المهاجرين النيجيريين عادوا مجددا لامتهان التسول مستغلين الأطفال والنساء وعادت معهم صور التسول الخاصة بهم. بعد طول انتظار من خطر سكنات الهشا استفادت أزيد من 110 أو أكثر من 100 عائلة من بلدية تسكريوت ببجاية من سكنات اجتماعية. التغطية لصبرين عرقوب. الملف تاعي درته 2005 في من كان الزوج تاعي كان حي، ومن بعد الوفاة تاعه عاود رجعت الدوسي باسمي انا، ومن بعد استمر مدة هذه 6 سنوات بعد الملف الاول والحمد لله. نعم الحمد لله مي فرج ربي في مغبان فما نغمر 25 سنه سيمي موت ورقازي وكاين التراجيق اي سيد والصبر اي سيد وسكن بغا خام السنه فرح خير لا فنال ديك لي يخمم. المهم يفرج ربي فاني ما يكلي وداك يستاهلني العيبات يستاهلني الكل. تم اليوم توزيع حصه 110 وحده سكنيه عموميه ايجاريه ببلديه تكسريوت، وليبلغ العدد الاجمالي الموزع منذ بدايه السنه الى 632 وحده سكنيه على، والعملية ستبقى مستمرة لتوزيع السكنات المبرمجة إلى غاية نهاية السنة الحالية إن شاء الله. بعيدا عن قطاع السكن، تحول مشروع المركز الوطني لتكوين المستخدمين بمؤسسات المعاقين في ميلا إلى فضيحة حقيقية تستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ووضع المسببات الكامنة وراء الأغلفة المالية الضخمة التي صرفت على المقر لكنه ظل دون استغلال منذ 10 سنين. سفيان بوعون. جريمة في حق الدولة وجريمة في حق خزينة الدولة مغلوق والبيرسونال يخلص وتخدم نورمالمون في 2002 يتعاود يتغلق لأنه كارثة. يعني سي با نورمال سا. والجزائر هاي بنات مدت الأغلفة المالية ولكن لا حياة لمن تنام. نشط سكان حي بن يونس ملياني المعروف بالبراريك السلطات المحلية تدخل للنظر في مشكل الجسر الذي يربطهم بالجهة المقابلة الذي انطلقت به الأشغال منذ مدة إلى أنها لم تكتمل بعد. ميكروفون سارة للي. المهم راك تشوفوا في هذا لو بون هذا راك تشوفوا الطريق راه دايره راك تشوف الخدمه. هذا الواد ديجا جا راه هذا لنا دي غران بروبليم دي غران ديغا سي بليزيور فوا. راك تشوف الكانترا كي راهي مخدومه جهه منا كاع ثلاثني انا الماء تخلي للديار. سمعتني تخلي كاع للديار وكل شيء وجاو لهنا كاع شاف الدايره جا المير جا كاع جاو هنايا هي باهي يعاوضوها لي هنا باهي يبنوا حيطه. الكانترا راك تشوف راها محرده من تحت. انا الحل نتاعنا الحل اللي قلنا احنا قلنا نوسعوا نديروا ان اوفراج لوفراج اللي اقترحنا باه نديروه باش نتفادوا كل خاطر من هكا ولو الفيضان يجوا لي يجوا نتاع الامطار ما يشكلوناش خطر ثم. هذا الحل اللي اقترحناه باش نوسعوا لوفراج نديروا ان بون كبير والبروجي نباي تي روتوني. قامت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بجالما قامت بعملية استزراع 20,000 يرقة من سمك شبوط لسد بوهمدان بحمام دبخ. هذا ستفوق طاقة استيعابه 220 مليون متر مكعب بالإضافة إلى زراعة فحول الأسماك. وتندرج هذه العملية في إطار تجديد الثروة السمكية بهذا السد. ميكروفون فاطمة زهرة شماخ. حسب الأحصائيات الإنتاجية لنشاط الصيد القاري والذي يمارس حاليا من طرف مستغل بهذا السد
قدرت نسبة الإنتاج هذا السداسي الجاري بحوالي 15 طن لمختلف الأسماك المتواجدة. عملية استزراع 20,000 يرقة من سمك الشبوط بذات السد، وتعتبر انطلاقة الحملة الاستزراعية لسنة 2016. إذن استزراع الأسماك في المياه العذبة للأحواض المائية والسدود خطوة هامة لخلق فائض إضافي في المنتوج السمكي، وهذا بهدف تدعيم السوق المحلي. عينتنا من جيجل مع أيمن عبد الرحيم ونجم بكرش. بعد التراجع الكبير الذي شهدته الثروة السمكية والصيد البحري في الجزائر بسبب انخفاض مخزون الأسماك، شرعت الجهات الوصية بولاية جيجل في عملية استزراع الأسماك في المياه العذبة داخل السدود. كان هناك انخفاض في المخزون الأسماك، ماشي هذه الوضعية ماشي خاصة بالولاية تاعنا جيجل باش نفهموا. دونك في المنهجية الوطنية رانا راحين نديروا كما نقولوا انيكيليبر بين الإنتاج البحري والإنتاج الكاري الأسماك الكارية. إنشاء ما يزيد عن 25 حوضا بسعة 100 متر مكعب للحوض الواحد من شأنه أن يحقق ثروة سمكية مكملة للصيد البحري مع إمكانية خلق فائض إضافي في المنتوج. إدماج التربية السمكية مع النشاط الفلاحي يزيد من محصول المستثمرة الفلاحية حوالي من 15 إلى 20%. السمك هذا يزيد يثمن المياه اللي نسقيو بها في الباسن هذا، وتعود بالفائده على الانتاج الفلاحي وحتى التربه. يبقى امل المستثمر المحلي والفلاح البسيط كبير في ان لا يكون اهتمام الجهات الوصيه بالثروه السمكيه على حساب المنتوج الفلاحي. تنقلت كاميرا تلفزيون النهار إلى أعالي جبال بني غزير أقصى شرق عاصمة الهضاب سطيف بمنطقة عين السبت، أين نُكل بشعب الجزائري آنذاك بتاريخية 8 مايو 1945، واقعة لم تسجل في كتب التاريخ رغم إبداع المستعمر في قتل الأبرياء. فارس شايب. المنطقة راك تشوف بقات فيها غير الأطلال، وكاين الناس بزاف ما يعرفوش لأن الإعلام شوية ناقص هنايا. كما هاد المنطقة بالذات كان سوق أسبوعي اسمه سوق الأربعاء بني مجلد اللي انطلقت فيه أول رصاصة في 1945. أنا نجم نجوز لك هنايا باللي هنايا تدخلنا أنا والسيد وهربنا، لو ترى كان عندنا العسكر وأنا جيت نقضي للدار. عندنا الموافاة هنا تاخذ البارود من هي قتلوا اليهودي هنا قتلوا المجيد الهي بن علاوه هنا شي قشاشبيه قتلوا 24 الهي 5 هنا في زنكروط و7 هنا في الصوي وزادوا عقبوا هذه تاع بروزه القنطره هذه. نختم النشرة المحلية بهذه الصورة التي أحدثت كم من هائل من التعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بمرور شاحنة مقطورة عبر الطريق الوطني رقم 16 وهي تحمل حمولة. الأمر إلى هنا جد عادي، لكن الغريب في الصورة أنها تحمل شاحنة صغيرة فوق الحمولة، وهو ما استغرب منه كل من شاهدها إذن، وتحديدا الصورة كانت من ولاية الوادي. إذن ختام ونشر المحلية، تقبلوا تحياتي وتحية كل الطاقم العامل معي في أمان الله.